In assessing Dhyani, there are two steps. First, to ask the mother. سر فرع الأطفال كلية طب البصرة جامعة البصرة بالتعاون مع دائرة صحة البصرة قسم الصحة العامة وقسم الأطفال في مستشفى البصرة للنسائية والأطفال تقديم ندوة صحية أو ورشة عمل يومين اليوم وغدا حول العناية المتكاملة للطفل الحديث الولادة Integrated Management of Neonate and Child Health تتضمن ورشة العمل المواضيع الرئيسية لأشهر الأمراض وأكثرها شيوعاً لدى الأطفال. اليوم سيكون محور الحديث حول أمراض الإسهال لدى الأطفال في الأعمار للفئات العمرية المختلفة للشهرين الأولى وتقديم آخر عن الأطفال من شهرين إلى 5 سنوات. ويوجد جزء عملي في هذه الندوة أيضاً في هذه الورشة بعد المحاضرات النظرية. وغدا سيكون التركيز حول الأمراض التنفسية لدى الأطفال أيضا للأعمار للفئات العمرية المختلفة. وأيضا يوجد نشاطات أخرى ضمن فرع الأطفال كلية الطب جامعة البصرة تقريبا معدل ندوة كل شهرين حول الأمراض الأخرى مثلا أمراض الدم، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الجهاز التنفسي، أمراض الجهاز العصبي، وأيضا ندوات حول الأطفال المتخلفين في التطور والنمو. This strategy includes main principles. The first principle that all under 5 children need to be examined for the presence of the danger sign. I think my colleague will talk about this in more details. أقيمت هذه الدورة الرعاية المتكاملة للأطفال وحديثي الولادة Integrated Management of Child and Neonatal Health بالتعاون مع دائرة صحة البصرة قسم الصحة العامة وقسم الأطفال في مستشفى البصرة النسائية والأطفال حيث يقيم فرع الأطفال نشاطات علمية متكررة بمعدل ندوة كل شهرين حول الأمراض الشائعة والمهمة في الأطفال وطبعا هذه الندوات تقيم بالتعاون مع دائرة الصحة وهم مشكورين جدا للتعاون معنا وقسم الأطفال في المستشفيات التعليمية كافة لمناقشة الأمراض الشائعة والمهمة لدى الأطفال والتوعية حول ذلك وتستهدف هذه الندوة المقيمين وطلاب الدراسات العليا.